السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اخد الشغل من الريفت الى برنامج سيفل 3D. الفكرة كلها ان انت بتدور على صيغة مشتركة بينهم بحيث ان انت تقدر تنقل، تمام؟ ففي صيغ كتير اصلا مشتركة زي ديكس اف، زي الاي اف سي، حاجات كتير جدا مشتركة بين الاتنين، فالموضوع سهل وبسيط. انا بفضل ان انا اجي هنا اقول له انا عايز اعمل اكسبورت عندي بيلدينج سايت، تمام؟ ده مخصص لكده، امتداد اسمه اي دي اس كي، ده افضل امتداد، تمام؟ بيقول لي لازم يكون عندك جروس اريا، فهقول له انا عايز مثلا اللي هي الشغل اللي في ليفل 1، اعمل فيو. الفكرة كلها ان هو هياخد المبنى ده كله هيظهر معاه في 3D. الباوندري او الحدود ديت هي دي اللي هتبقى ظاهره في 2D، على اساس في 2D ما يبقاش الشغل فيه مشاكل، تمام؟ خليني اقول له كده انا عايز اعمل اكسبورت بيلدينج سايت، تمام؟ فبيقول لي اهوت ده الموديل، ده البيلدينج فوت برينت، ده البيلدينج موديل، سايت موديل، يوتيليتيز، الجروس بيلدينج هي الحاجات اللي موجوده في ليفل 1، تمام؟ هقول له نيكست. تمام، بيقول لي انت عايز تصدر الحاجات دي فين، فهقول له صدرها لي مثلا في الديسكتوب، الديسكتوب ده بيستحمل كتير، تمام؟ بقول له فيو اكسبورت ريبورت ان ديفولت براوزر، تمام؟ فهاجي هنا افتح مثلا جوجل كروم واقول له اوكي، يعني بعد ما تصدر لي يفتح لي تقرير بالحاجة اللي انت صدرتها، تمام؟ نوقف. دلوقتي نشوف الريبورت، للاسف فتحه على المتصفح دوت، تمام؟ فبيبدأ بقى يوري البيلدينج موديل، الفوت برينت، السايت وهكذا، تمام؟ الدورس، المعلومات بقى الخاصة بالمبنى. طيب هنروح بقى للسيفل 3D، عايز بقى أدخل الملف، تمام؟ الحاجات دي مش هي دي المناسبة لينا. امبورت بيلدينج سايت، هو مخبيها، تمام؟ هويت برضه، أجي أقول له بيلدينج سايت نيم، أديله الملف ديسكتوب اهوت، هو بيقبل ال ADSK اللي هو دوت، تمام؟ هقول له اوبن، بيتعرف هو عليه وهيجيب لي صورة ليه، اهوت، تمام؟ اقول له بقى نكست، او ممكن تقول له فينش على طول. ده بقى بيقول لي بقى معلومات على اليونت وحاجات زي كده. بيلدينج سايت لاير، نكست. الاكس والواي والزد، تمام؟ ممكن تحدد ان هما ينزلوا على نفس الحاجات او انت تحطهم اوتوماتيك، تمام؟ فهيبدأ يظهر عندي في الشغل بتاعي اهوت، تمام؟ ولو انت عايز بقى تشوف في 3D هتيجي تقول له وريني في 3D، تمام؟ فهيبدأ يظهر بكل التفاصيل بتاعته.